يعني طموحنا ما بيخلينا ذاته نحلم الحلم الواسع ده، الحلم الفسيح ده، انه نحن نمشي كاس العالم بمنتخبنا وبالامكانيات وبجوده اللاعبين اللي عندنا. ايليا، هل بتصنيفكم في الوقت خلاص يعني استنفد ما عنده؟ يعني المدرب اللي جاء واظهر امكانيات وطلعنا وبقينا نحلم معاه، خلاص الراجل ده وقف يعني لحد كده، ما عنده ثاني اضافه؟ ونظرتك للمباراه الثانيه امتلاك طيب، كلام دوسري. نعم. وانت سالت 3 اسئله، انا بجاوب لك على السؤال الاول. نعم. بانه هل نحن ما عندنا طموح نمشي ليه؟ طيب نحن لنفترض انه ما عندنا طموح، نعم، عشان نمشي لكاس العالم، عارف، مش ما عندنا طموح، نحن عارفين اننا بصعوبه من الصعوبه بمكان ان نصل نهائي كاس العالم. على الاقل انت اطلع من المجموعه بتاعتك دي عشان تصل تلعب ضد مع المرحله الجايه وتطير من المرحله الجايه. انت كده اسمها بذلت مجهود. لكن انت لو كان ده هدفك وعملت على الهدف ده، على الاقل كنت جيت الثاني في المجموعه دي مثلا. لكن لما يكون انا طموحي انه ما اطلع من المجموعه دي، حاجه تطيش طوال. اكيد طبعا. ما انت طموحك ده انت ما بتصله، معناه انت بتكون قريب منه. انت كل ما قل طموحك كل ما كنت اقل منه، والمساله ماشيه، النسبه ماشيه للادنى طرديه. طموحك ارتفع، انت حترتفع معه، مستواك حيرتفع معه. طموحك قل، مستواك حيقل معه. بالتاكيد. فيفترض انه انت طموحك دائما ما في حاجه اسمها مستحيل. المنتخب الحالي الان، الكليه الموجوده الان في المنتخب من افضل اللاعبين على مدى سنوات طويله لورا. اضافه لانه اتوفر لهم شيء ما توفر لكل المنتخبات السابقه للسودان. نعم. اتوفر لهم الاهتمام من الدوله. المنتخب السوداني دائما كان بيكون يتيم، ما كان متوفر له الامكانيات، يتوفر له اللعب المتواصل، يتوفر له الاحتكاك، معسكرات. نعم. اهتمام ما حصل يعني قبل كده، ده شيء ما توفر للمنتخبات السابقه.